علي تعالى بقى نعرف الناس اكتر، يعني شكل المسابقات عندكم بيكون عامل ازاي؟ يعني هل كلها مرتبطه بعدد ثواني معينه او دقائق، ولا بيكون فيها شكل نوع من انواع التتابع؟ يعني بيبقى نظامها عامل ازاي؟ هي السباحه لعبه قريبه جدا من الجري، يعني من تراك اند فيلد دي بالانجلش، فامريكا مهمه جدا بالنسبه لهم. طبعا يوسين بولت من اكبر الناس اللي هم حققوا حاجات كبيره جدا في اللعبه دي، بس هي السباحه قريبه جدا من الجري، حتى في التمرين بتاعنا قريب جدا. السباحه بتكون يعني في سباقات 50 متر حره اللي انا بعومها، ده احسن سباق ليا الحمد لله. في 100 متر حره، في 200 متر حره، ونقعد نطلع 400 800 و1500، ودي اعلى السباقات، بتكون سباق بيسموه طويل. انا سباقاتي اسمها سباقات السرعه. وعندنا بقى عومات ثانيه يعني باك وبريست ودولفين فراشه، برضه انا بعوم ال 50 دولفين. دي اللي هي انواع العوم بالظبط. العوم تمام. فكل عوم بيكون مختلف، الناس هم اللي بيشاركوا فيهم على حسب هم عايزين. بعدها كانت بقى بطوله العالم دي اللي احنا رحناها في كوريا، وبعد كده الدوره الافريقيه. فهو نيثن ادريان امريكي، ف لو كان اخذ الفضيه وقتها اخذ هو الذهبيه. هو خد الذهبيه مظبوط، خد الفضيه في الاولمبيكس اللي في 2016. فده اللي كان قوه السباق، كان قوي جدا ان انا نزل مع واحد الحمد لله يعني كان عمل انجازات كويسه جدا لامريكا، وعمل من اسرع السباحين الامريكان، يعني انا انزل جنبه واقدر ان انا احرز ميداليه ذهبيه، وهو فرق كان قصير كمان، فرق ما كانش كبير. فدي كانت يعني حاجه كويسه جدا ومبشر يعني كويس ما شاء الله.